نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية أمس في حلبة البحرين الدولية احتفالا جماهيريا بلاعبي المنتخب البحريني بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي 24. احتفالا بنجوم الوطن، صدحت أصوات فنانين بحرينيين بحب المملكة للتعبير عن الفخر بالإنجاز الرياضي المتميز بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس الخليج 24. بلغ سلامي رسالة إلى مليكي حماد. أصوات حملت في ثناياها رسائل محبة وعرفان لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي كان ولا يزال الداعم الأول للرياضة البحرينية. هذا الإنجاز الكروي غير العادي رافقه احتفال جماهيري غير تقليدي نظمته اللجنة الأولمبية البحرينية بمشاركة 16 فنانا بحرينيا. الاحتفال الجماهيري جاء بمشاركة لاعبي المنتخب البحريني وأفراد الجهازين الفني والإداري. من خلقة الدنيا وإحناها للبحرين. احتفالية وطنية كانت فرصة جديدة للتعبير عن الحب الأزلي لثرى البحرين الغالي المعطاء. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الغنائية التي حضرها المواطنون والمقيمون. تبارك يا الملك اللي عيونه للجميع حضان. أمسية فنية حملت في أنغامها محبة وتعبيرا صادقا لتلاحم الشعب مع جلالة الملك المفدى. احنا وراك يا الحمار، وراك يا الحمار.